السلام عليكم، تحية طيبة لكم. هزتني هي أنه الناس ولاو كينشروا هاد التصاور هادو ديال الناس اللي كيتسناو الصالير ديال القرن شو تنبير، باقيين عاقلين على الكود وهداك الشيء. يعني الناس في العظمى يتحركوا، يعني ملي غادي نحس أنا، ملي غادي نجلس غير مع راسي ونقول اش هاد العيشة هادي؟ اش أنا؟ شنو هي هاد العيشة اللي عايش أنايا؟ تنقص صاحبي من 20 في الشهر كنبقى نتسنى هذاك الصالير وكنتسنى يا ربي يدوزوه ليا بكري. أنا راه الأب ديالي توا صالاري وتا هو راه عنده هاد المشكلة هادي، تبقى يا ربي يعطوني الصالير ديالي يا ربي. في العظمى تقعد تضحك في فيسبوك، تقعد تضحك على هاد الشيء والله إلا والله إلا بصح خوتي حياة طقي حقتك حياة فريد فريد شوف والله العظيم تنتسناوني تحنص. في العظمى تضحك على هاد الشيء راه خصك تبكي، وهاد الشيء اللي خلاني ندوي وما دبر حياتك. راه ماشي سوق كاع فيك والله العظيم، ما سوقيش انا في هادشي. هادشي راه بالعكس تيضحكوا عليكم ارباب العمل، شي اللي عنده شي رجال الاعمال انا راه تيدخلوا حتى تيشوفوا فيسبوك. راه هاد الناس ماشي ما تيدخلوش يشوفوا فيسبوك، راه تيدخلوا يشوفوا فيسبوك، تيشوفوا بحال هادشي تيشوفوكم تضحكوا تيقعدوا يضحكوا عليكم. والله الا تيقعدوا يضحكوا عليكم في العود، انت ما تقعد تضحك ولا تقلق من كلامي لانني كنت معك صريح وحيت بغيت نفيقك. قعد اخويا فكر في هذا الشيء، جلس قول اش هاد الحياه انا اللي كنعيش. طرح على راسك واش انت عايش، واش كتعيش على ود الصالير؟ شحال غتبقى عايش في هاد الدنيا؟ فتره شبابك منين تستغلوا احسن حاجه وهي فتره الشباب ديالك، كتبدا الخدمه من كاع نهضروا 23 عام. دوك الناس الواعرين كيبداو 23 عام كيبقاو يدمروا عليك حتى 60 عام. فترة الشباب ديالك اللي بغيتي انت تسافر وبغيتي نعم سيدي تمشي لي غاسون وبغيتي تشوف بغيتي تمشي سيدي فيما بغيتي، ما بقيتش تفكر تضرب يديك لجيبك وكتزيد ما كتفكرش. اخويا هاد القهوة بغيت نشربها في هاد القهوة هادي ب 40 درهم ما كتفكرش باقي هاد الشيء. امشي لك حياتك هاك، ما تتسافر ما تتشوف بلدان ما واش انت راضي على هاد الشيء؟ هذا هو واش انت راضي؟ انت ما راضيش. دابا علاش قلت لك تقول لي انا ما راضيش؟ انا ما حاملش راسي، انا ما حاملش هذا الشيء. ولكن اخويا واش ما حاملش هذا الشيء بغيتي تبقى تجلس تجلس تشوف بحال هاد لي بوست وتضحك عليهم؟ هذه انت راضي على راسك؟ واش ملي كتشوف انت بحال هاد البوست تيقول لك كامله بيتنا في قعر شهر سبتمبر وباقي ما صيفطونا صيفطات تزيد تضحك وتطاقي صحابك هكا تتنفس على راسك؟ وانا ماشي هكا باش تتنفس على راسك اخويا، ماشي هكا باش نبدلوا الواقع. اكون عليه قرار ماشي هكا باش يتبدل الواقع. الواقع راه ما كيتبدلش بالتدمر، تجلس وتبقى متدمر وبدا تعاير وتحقد وتحسد ولا تعتقد ان اي واحد دار شي حاجه راه لانه عنده الحظ ولا لانه تيفسد او لا لانه شفار. راه ماشي هذه هي العقليه باش كنوصلوا، وماشي بالعقليه باش توصلوا لي واحد كيعطيك القاصح لانه بغى لك الخير في النهايه. ملي كنقول لك اش كاين ملي حطيت لك هذا البوست راه قلت لك اخويا ما خصكش تضحك، راه خصك تبكي، خصك تبكي على الواقع ديالك. وخصك ماشي تبكي، خصك تخدم. كنقرا وانا كنقرا واحد التعليق دابا ديال واحد السيده قالت لي يا امين خصك تامن باختلاف الكفاءات، خصك تامن بان راه ماشي كلشي غيدير حاجه ديالو. اي نعم، انا ماشي تنقول لك من دابا من الاول خصك دير حاجه ديالك. لا خويا بدا بشي حاجه، دير خدم خدم. راه مثلا في برا راه كاين ملي كتمشي مثلا شي انت دابا هاجرتي ومشيتي لبرا راه غادي تخدم، غادي تخدم خدامين اللي هما مثلا بحال ملي 10 دولار للساعه ولا يعني المهم تخدم تجمع الفلوس. المهم كتخدم وعندك واحد الهدف، كنخدم واحد عامين باش نحقق واحد الحاجه، ماشي كنخدم 60 عام، ماشي كنخدم 30 عام، ماشي كنخدم 20 عام، كنخدم 5 سنين. دير انا البروغرام ديالي غنخدم 5 سنين غادي نجمع غانفيستي غندير هادي غندير هاد المشروع. تتكون واحد السيد اللي كيشوف بعيد، ماشي كتخدم 20 عام ولا 30 عام تديو لك حياتك هكا كتمشي لك. الحياه راه ما كتعاش جوج المرات، الحياه راه كتعاش مره واحده. فبالتالي ممكن تبدا في الاول
مثلا هي تخدم عند شي واحد هذا ماشي مشكل، ولكن خصك تكون عندك فيزيون كبر. ماشي الناس تتقاتلوا على الببليك. ما انا ما تنفهمش انا هاد الاخوان مع الاحترام الكامل لهم، موتة تزغرت ملي كتسمعوا خدام في الببليك. اش ولدك خدام في الببليك تزغرتي؟ لاش لاش الوالده كتزغرتي؟ لاش وفرحانه وخايفه وخايفه لا تقولها للجيران باش ما يحسدوش. علاش غيحسدوها الوالده؟ راه ما عندهم علاش يحسدوها مسكين، راه تيدمروا على داك الولد عندك وصافي. اخوان تحركوا ديروا خططوا حياتكم مزيان. الحياه راه ماشي هي تخدم خدمه وصالير ويرسموك ويديروا لك لاسين اس اس تتفكر في لاسين اس اس والتغطيه الصحيه. راه ماشي هذه هي الحياه. الله ما هي هذه بالله. هذاك الشيء تفكر فيه غير انت، راه ما تيفكروش هكا. هو راه لاسين اس اس ديالو راه داير 10 العمارات، هذيك هي لاسين اس اس ديالو. انت اللي كيضربوا عليك تيدمروا عليك 60 عام وفي الاخر كيعطيوك حسق الله رو. لاسين اس اس ديالو هو داير عماره، لاسين اس اس ديالو هو داير 4 المخازنات، كل مخازن كيدخل ليه 2 مليون كره في الشهر. هذه هي لاسين اس اس الاخوان، هذه هي الحياه اللي خصكم تعيشوا، هذه هي الحياه اللي خصكم تفكروا فيها. خصك تفكر اخويا ان عندك مثلا 35 عام هكا، خصك تفكر اصاحبي عندك 35 عام تتسافر كتسافر فين ما بغيتي وكتعيش فين ما بغيتي والفلوس داخلين، الفلوس كيخدموا عليك، ما بقيتيش انت كتخدم على ود الفلوس. خصك توصل للمعادله انك تولي الا كتخدم لانك تستمتع بعملك، ماشي كتفيق الصباح وتقول الصباح توليل ولا تاني بغيت نتلاقى مع هذاك المسخ وما حاملش. ما والله راه ما تتعيشوش اصاحبي، راه والله ما كتعيشوا. راه اللي كيسحابوا انه كياخذ شهر كونجي في العام انه تياخذ سالير ديال 30000 درهم، واخا هادشي راه كنهضر فيه مستحيل بالنسبه لاكثريه الشباب المغاربه، وتيسحابك راك انت واصل راه ما واصل والو، راه باقي كتخاف من المدير. فين هي كرامتك انت؟ فين هي الانانيه ديالك؟ فين هي عزة النفس ديالك؟ ديك كيفاش كتصبح الصباح وخاصك تستحمل واحد المدير اللي انت ما حملش دين امه، واحد المدير اللي هو مكلخ؟ حتى شي راه تنهضر عليها لانني راه انا كنت خدام في شركه، انا راه كان واحد الانجينيور راه ما كنتش تنحملو وكان عليا ملزم انني نافق. كيفاش كتعيش في هاد السكيزوفرينيا؟ هذا هو السؤال اللي تنطرح عليك اخي الكريم. تنهضر مع الدراري الشباب، تنهضر مع الشباب اللي هما اللي كيقراو دابا، واش انت تقبل شي واحد تبدا تبوس ليه اليدين لانك خايف منه يخرج عليك؟ واش تبغي تعيش هذه الحياه العبوديه؟ راه حياه عبوديه هذه، هذه راه حياه العبوديه. واش عندك الا عندك شي تفسير اخويا اكثر من هذا قول لي، عندك شي تفسير؟ راه غير بدلو العبد ردوه موظف، ما راه هي راه عبوديه. شنو هي ملي تفيق الصباح اخويا خصك تقول عطي لك تعطل غير خمسة دقائق، كي غادي تعيش؟ كيفاش غتكون غير خمسة دقائق خايف وداخل وخايف من المدير؟ عطي لحصتك المدير. كاع ما تنهضروا على داك، كاع ما تنهضروا خويا يوسف لا دين مو، ما تقولش دين مو خويا، انا تنهضر معاك بحال كنهضر مع صاحبي. خلينا من داك خلينا نبدا حنا يلاه دابا تنجبدوه هذا النفاق الاجتماعي بلا ما تخلينا نبقى خويا. انت ما تقولش دين مو انت دابا، انت تقول ايها الابله. خلينا نهضروا الله يرحم الوالدين، تنهضر معكم بحال خوتنا، دابا تنهضروا بحال خوت. ما خليني من ما تبقاش تاخذني انا بداك مشهور، انا ما مشهور ما مزمر انايا، انا راه واحد حمق تيدير في اللايفات شبيت تسمع ليا سمع، ما بغيتيش تسمع ما تسمعش، ولكن المهم في النهايه كلشي راه راجع ليك انت اخويا. كاع ما تجيها فيا اخويا انا، انا تنهضر معاك ربي اللي عالم، انت قول لي كاش كاين. وراه انا ماشي الاخوان، راه عندي ناس خدامين معايا راه هما اللي بغاو. راه انا تنقول تندير هاد اللايفات راه تيتفرجوا فيهم، راه تندير هاد اللايفات وتيتفرجوا فيهم، وما بغاو يبقاو خدامين عندي. اش بغيت ندير ليه؟ واش واحد تتقول ليه اخويا ها انتقل هو باقي باغي يخدم عندك؟ وكانوا الدراري اللي خدموا معايا داروا حاجه ديالهم قسما بالله، كاين الدراري خدموا معايا بداو ها حنا تنهضروا عليه بداو خدامين معايا، من بعد انتقل وبقات علاقه صداقه بيني وبينهم، علاقه صداقه. والله الا غير الصباح جبدتو مشيت نتيري الفلوس سولني هذاك السيد على هذاك فلان، قلت له هذا طن سيد انطلقتي علاقة صحيحة والله القسم، دابا السيد بخير وعلى خير، تيضرب
تصريف احسن ملي كنخدم عندي. ملي كنخدم عندي راه كنخدم عندي غير عبد. اش كنخدم؟ كان كنخدم تنعطيه صالير. اش كنت ندير؟ خلينا تاني من ودابا الاشكال ان بزاف الناس، وهذا هو اللي وقع دابا مثلا كنشوفوا هذا البوست هذا اللي درت قبيله في فيسبوك، بزاف الناس ما تيرضاوش. دابا ملي تجي تقول ليه، ملي نقول ليه انا الهضره ما يرضاش، يقول لك هذا تيبان علينا. لا خويا واه شوف هذا تيبان علينا، هذا تيدير، هذا دار شويه الفلوس ولا كيحسب راسو زوكربيرغ. انا خويا ما تنقولش هذا الشيء في فيسبوك. الا كنتي كتحس به في العوض، ملي كتحس بهذا الشيء وكيضرك خاطرك، ايوا نوض اخويا تبدل، كون احسن مني. علاش 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 انت علاش كتلقى اسباب للفشل ديالك؟ علاش كتاخذ داك المخدر اللي سميتو اللوم واللي سميتو واللي سميتو راه ما تينجحو غير الشفاره وهذا غير تيبان عليه وهذا عنده غير؟ علاش تاخذ هذوك المخدرات؟ هذوك راه غير مخدرات اخويا، لانهم ما تيبدلوش الواقع. شي ما حد شي حاجه كتقولها وما كتبدلش الواقع ديالك راه تعتبر مخدر، راه غير كتاكل هذاك المخدر باش كتكالما. وهذيك عزه النفس اللي فيك خليها تحركك باش دير حاجه، باش تصبح الصباح ما تخافش من المدير ديالك، باش تجلس اخويا 4 شهور ولا 5 شهور ما تخدمش. قررتي تصافي، شوفوا القوله يا اخوان، شوفوا برا 3 شهور 4 شهور كيسافر هو 3 شهور 4 شهور وسير انت سافر 3 شهور 4 شهور. خويا ما بتصبح ما بغيتيش تخدم خويا، ما تعطل ولا ما تعطلش حياتي هذيك، خدمتي هذيك، ماشي نقعد نبوس اليدين. وانت اخويا ملي عندك هاد النفس علاش كتمشي تبوس اليدين؟ الا تعطلتي على المدير وخايف من المدير وخايف هذا، ولا بغيتي تشد غير نهار خصك دير شهاده طبيه وتحط عليها 100 درهم، واش هادي تعتبرها انت حياه؟ واش انت كتعتبرها حياه؟ راه ماشي حياه اخويا. راه ماشي حياه هذيك. حنا الخوت، حنا الخوت، انا شخصيا كنهضر على راسي. ما كنعرفش نديها في سوق راسي، والله ما كنعرف نديها في سوق راسي. حيت راه دابا راه تنشوف هادشي حتى انا في فيسبوك ما تنقدرش نميك. ودابا اول حاجه تيبقى فيا الحال مثلا شي واحد ما تيقول لك انت تتكبر علينا ولا انت ولا انت، حيت انا ما جايش نتكبر عليك اخويا. انا شي واحد شي اللي بعدا تيتكبر عليك، خصك تعرف واحد القضيه، اللي تيتكبر عليك عنده شي مشكل نفسي مع غير متصالح مع الماضي ديالو، سورتو اللي ما متصالحش مع الماضي ديالو. انا الحمد لله متصالح مع الماضي، ما عندي علاش نتكبر عليك اصلا، لانني ما عندي علاش نخبي عليك والو. انت راه شتي حياتي كي عشتها انايا، انت راك شتيني في 2011 كي كنت، والا باقي ما شتيني سير رجع شوفني، راه ما عندي ما نخبي عليك. راه انت انا عارفك، عارف الماضي ديالي، انا عارفك، انت عارفني كنت مزلوط وما دير كي كسكوليت. انا عارف هذا الواقع، انت شايفه في عينك. انت علاش انا بغيت نتكبر عليك اصلا؟ اش بغيت نخبي عليك؟ راه هذوك الناس اللي اللي تيكون عندهم هذا المشكل، نهار تيدير شويه كيمشي تيبدل حتى البلاصه فين كان ساكن، اللي كانوا الناس تعرفوه فيها مزلوط، كيمشي لجهه الفيلات كيبني سميه اخرى وكيبني حياه جديده. انا خويا باقي تنسكن في المنطقه اللي كنت فيها هذه 20 عام، باقي هي فين تنسكن. عندي نتصالح مع راسي، بالعكس تنفتخر براسي، وبالتالي ما عندي علاش نتكبر عليك. انا تنقول لك اخويا شي حوايج باش ما تقولبش، راه الا عتقت راسي، انا تنقول غير عتقت راسي، مرة شي فلوس زعما دير زعما فهمتي، دير يختو ودير ان شاء الله تنطمح لهذا الشيء، ماشي ما تنطمحش ليه، ان شاء الله غنديرو. غير هو دابا انا ما عنديش شي يخت وهذا، ولكن عتقت، تنقول لك عتقت راسي في هذه البلاد، وتنقول لك اخويا اش خصك دير باش تعتق راسك؟ صافي هادشي اللي تندانا تنشارك معاك، صافي هادشي اللي تندانا نقول لك اخويا اش خصك دير باش تعتق راسك؟ ما بغيتيش اخويا، عاجبك حياتك هكا، تنحترم ارادتك زعما تنحترم، يعني انت عاجبك داك الصالير فهمتيني، ما عندك مشكل، انت كاع ما باغي تشوف دين ما هذيك برا، ما باغي تسافر، ما باغي فهمتي انت بخير، ما عندكش مشكل خويا، تنحترم هادشي انايا، انا كنحترمو. ولكن كنعرف ان النفس ديال بنادم حتى واحد مكره، نعم اسيدي حياته تكون ساهله شويه، في خضم اننا دابا راه لا ولا لا تعليم لا صحه، دابا لا بغيتي واش انت غادي تمشي اخويا غير لا مرطي،
باش غادي تعالج راسك في المغرب ولا غادي تفكر خاصك تعالج راسك برا ولا بغيتي تعالج برا خاصك الفلوس. راه دابا المشكله حتى البريفي ولا البوبليك هنا راه ولا كارثه. بغيتي تقري ولادك اخويا واش غتقريهم في هذا النظام الفاشل هذا البغريراتو؟ غادي خصك انا خصك تفكر لقدام اخويا. راه انا لا كنت تنهضر معاك راه والله انا غير باش نعاود نوضح هذه النقطه. راه ماشي عياقه وما تنعيق على حتى شي واحد وما تنتفلسف على حتى شي واحد. راه انا ما عنديش انا راه ماشي تجربتي كبيره في الحياه باش بعدا نتفلسف. انا باقي تنتعلم في الحياه وباقي تنتعلم من الناس اللي سابقني في تجربتان وسنان وكنحترم داكشي اللي تيقولوا بل وتنطبقوا. صافي تنشارك معاك يا ممكن تاخذ به ولكن ما تحكمش عليا. ما تقولش ليا انني كنتكبر عليك ولا انني ولد الجوع. يعني كون كنت ولد الجوع وتندير في عيل ولاد الجوع كون راني كنبدا نتصور عليك ها 20 مليون شوفها ها 30 مليون شوفها ها انت شوفني هنا ها انت شوفني هنا. انا ما كنحترم هذا الشيء وما كنحترم الحاجه ديال الناس وما نوريش هذاك الشيء. ما عنديش علاش نوري. هذوك هما ولاد الجوع شي داك اللي تبدا يتصور بميت بجوج المليون وربعة المليون وخمسة المليون تلقاه تصور. وبحال واحد النهار قريت واحد التعليق عند واحد قال لك ملينا من هاد العيشة الأغنياء المزلوط الفقير. هنا أنا ما بقيناش تنهضروا على الفقر المادي أو ولينا تنهضروا على الفقر المعنوي وتنهضروا على الفقر الثقافي. لأن ملي تكون هنا خاوي وتكون عندك الفلوس تتولي حمار تتولي بحال هكا تبدا تبين في الفلوس. وأنا هذاك هو اللي ممكن تقول أنه يتفشخر عليك. اما اخويا انا راه لا اتفشخر عليك. انا اخويا جوست غير كان باغي نعاونك باغي نعطيك النصيحه اللي تعاونك. تنقسى عليك مره في الحديث لانني باغي لك الخير. وقليل جدا اللي تلقى شي واحد باغي الخير بدون مقابل. انا راه ما كنتسنى حتى شي مقابل من شي واحد والله ما تنتسنى منكم شي واحد والله. وما تكونوش متشائمين في الحياه لان انا شخصيا كنت متشائم في الحياه. انا راه في الباك ديالي كنت نشوف كل شيء سوداوي. عرفت شنو هي سوداوي؟ كنشوف راسي ما غنخدم ما غندير والو وهز الهم. وهذاك التشاؤم كان عنده واحد الضغط نفسي خايب عليا وكنت تنحقد. انا راه الا كنت فيك هذا الشيء دابا راه تندوزو وراه كنتفهمو. ولكن هذاك التفكير كون بقيت الحمد لله الحمد لله انني ما بقيتش تنفكر هكاك. الحمد لله ما بقيتش تنفكر هكاك. يعني كون كنت بقيت تنفكر هكاك كراني باقي سخط على الوضعيه وباقي تيدمر عليا وكاين واحد الانجينيور ما حملش يدين مو تيعصبني ومكلخ وكنصبر ليه وكنخاف خصني وكنمشي كيحطونا في شي خدمه وخصني نخرج بكري خصني نقلب على الترونسبور الترونسبور ديال 6000 ريال باش ندخل وسط المدينه. وكنت مريض. فلهذا خويا تنقول لك راه الا بغيتي تبدل واقعك دابا خصك اول حاجه تحيد شي حاجه سميتها التشاؤم السوداويه. ما باقيش تبقى تشوف الحياه سوداويه. ما باقيش تفكر في المشاكل. فكر في الحلول. فكر كيفاش تعتق راسك. ما تبقاش تقول واه انا دابا انا ناخذ غير 3000 ريال في هذه الخدمه وتاع الكرا والضو. ما بقاش تفكر هكاك. حيت الا بقيتي تفكر هكاك غادي تبقى هكاك. خصك تفكر كيفاش تخرج من هذا الشيء. هذيك الطاقه اللي انت غادي تحطها في التفكير في المشكل وافتك حطها في التفكير على الحل. شي ملي تجلس في الطواليط لان اغلبنا كيتركز مزيان ملي تجلس في الطواليط شي ملي تجلس في الطواليط فكر في الحلول. قول دابا وبلاتي واش بغيت ندير واحد البروجي مثلا خويا انا بغيت ندير انا غير بلاي ستيشن نبدا غير بلاي ستيشن. الناس راه داروا لاباس غير بلاي ستيشن. بعدا راه بغيت يضحك شي واحد على هادي راه الناس داروا لاباس غير بلاي ستيشن. انا مثلا جوج البركات ندير شي محل بلاي ستيشن نحرك فيه القضيه ومن بعد هذاك المحل ديال بلاي ستيشن انا نعاود نكبرو ندير شويه الفلوس نعاود نكبرو وندير مثلا سال جو داكشي اش دي وهذا وندير لي بي سي دي بي سي جيمر الناس خاصهم ندير كونيكسيون مثلا ديال 200 ميجا البينغ ناقص وندير وهذيك الصال غندير فيها وغندير وتتكبر المشروع ديالك. ها انت انتقلتي غير بواحد جوج المليون وانت وليتي كتزيد شويه بشويه. عطى الله الافكار. راه بنادم الا بغى يقلب على الحل راه عطى الله ما يدار. خصك تعرف انت اشنو بغيتي. والله العظيم انا تنهضر معاكم عطى الله ما يدار. ولكن ما تجلسش صاحبي ومكتف وكتسنى اخويا واحد الوقيته غادي يولي هذاك البروجي مثلا كيدخل لك مثلا ها هو ولا تيدخل لك غير هذاك البروجي بلاي ستيشن مثلا ولا تيدخل لك واحد 50000 ريال. نقولوا اسيدي غير 50 نقولوا غير 2000 درهم تفضل
ها انت انفيستيتي انفيستيتي جوج المليون ولات كتدخل لك 40000 ريال في الشهر زيده على داك الصا كنتي تتشكى من 3000 درهم ها انت ولات عندك واحد 5000 درهم ها انت غادي تزيد شويه بشويه وكا بنادم تيبقى يزيد في حياته. كاينين الناس اخويا راه كانوا تصاوبوا البيسيات غير في ديورهم في ديورهم كانوا تصاوبوا البيسيات والله العظيم ولاو دابا عندهم المحلات وعندهم الاراضي ولا تنقول هادشي راه كاين الناس اللي غايسحبوا هادشي راه ويلي تيتفلى علينا هذا والله اسيدي هذا هو الواقع اللي انت ما عارفوش علاش هاد الناس تيتحركوا تيخدموا هاد الناس ماشي تيجلسوا ومربعين يديهم وخايفين وبلاتي ودوك الحسابات الفارغه من الحسابات الفارغه لا سينسس ودابا انا راه خدمت هاد الخدمه دابا راه خدمت ديال راسي وانا دابا ما عنديش لاصينه يا صيص وما عنديش التغطيه الصحيه وراه غنزلط ولا تتفكر في لاصينه راه ما كاينش هاد راه هادي التخربيق هاديك لاصينه يا صيص هادو التفكير خارج راه لاصينه راه ديرها غير راسك شي لاصينه ما تحتاجش لاصينه ما تحتاجش شي واحد يدير لك لاصينه راه ديرها غير راسك نتايا لاصينه اخويا راه النهار غادي نهار غادي تزيد وغتشري واحد جوج محلات ولا ثلاثه الا كنتي كاري كل محل اسيدي غير ب 5000 درهم هما خلوا المحلات راه كل عام الناس العقار راه تعرفوا هادشي راه كل عام كيتزادوا على حسب المحل فين خديتيه وهذا الا درتي غير واحد جوج محلات كريتيهم ب 10000 درهم في الشهر راه جوج البركات هذيك راه جوج البركات ديالك حلال وطيب تقدر انت اخويا ديك العصاينه يا صيص تفكر فيها من دخلها وانت في عمرك 35 عام ها انت درتي لنا واحد جوج المحلات ها انت دوك جوج محلات كريتيهم لنا بواحد 5000 ولا 10000 درهم ها واحد 20000 درهم تدخلك بارده عرفتي 20000 درهم واحد اخر شحال تيخدم عليها الشريف التفكير اصاحبي راه العقل راه الاتيتيود بنادم كي تيفكر اصاحبي راه غير امين هو المراكشي الوحيد اللي تيضحك واخويا ماشي كاعي اخويا والله ما كاعي اتاسف لحالكم اتاسف لحال من يأخذ كلامي إما بدافع تكبر أو بدافع الضحك أو المزاح لأنني كان أعتقد أنه إلا بنا نضحكو راه ساهلة غنبقى مراكش غنبقى نعاود لك النكات أجي نعاود شي نكتة إيوا نبقى ندير لك هذا اللايف هذا إيوا واش قلتي السي عماد الصوت صاب بصورة إيوا على من أجل ريسبيك الله يحفظك أخويا هو كي دايرين الله يحفظك وهذه تحية لسي محمد يلا تبارك الله واو سمعت قال سميتي عبد الله السلام عليكم السلام اخويا تبارك الله عليك خويا والناس الناس الرباط الرجوله الناس كازا صافي ونعجبك ونضحكوا ونزيدوا وانا راه وراك انا وراك كان انت وقال سميتي حيت للاسف هذا هو الواقع الاخوان فاحنا نتحدث باش نكملوا الموضوع وانه للاسف الشديد ان بزاف الناس دابا ولاو غاديين في هذا الاتجاه انه كتهضر معاه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي تهضر معاه في فيسبوك ولا يوتيوب تيقول لك شوف اخويا انا راه تندخل فيسبوك ويوتيوب باش ننسى الهم ننسى الهم ماشي باش واحد يبقى يزيدني الهم هذا هو بزاف الناس تندخلوا الفيسبوك باش ننساو الهم خويا هذه الكلمه راه خطيره جدا الا كنتي انت كتفكر انك تدخل الفيسبوك باش تنشط راه بنادم ماشي انا تنقول انا ضد النشاط انا ماشي ضد النشاط لا النشاط مزيان بنادم يفوج على راسو بنادم ولكن اخويا انت النهار كامل وانت تطلع هابط في لي باج فيسبوك تضحكوا وتضحك وانت ناشط وهما ناشطين والسلام عليكم خويا هادشي خليه للناس اللي كيتخلصوا على الشوماج خويا واحد يتخلص على الشوماج 10000 درهم تياخذها شوماج هذاك اخويا الا دخل تيضحك جات معاه انت اخويا الا جلستي شوماج غادي تنزل عليك الدوله بالهراوه علاش لانك غادي تولي تتغوت غادي تولي ساكن في كاريان غادي يهزوا مع احتراماتي الناس ديال الكاريان الله يرحم لكم الوالدين راه ماشي احتقار بالعكس حنا ما كرهناش ان هاد الناس هادو الوضعيه ديالهم تكون افضل ولكن هذا هو الواقع انك غادي في الاخر تعيش في كاريان غادي مالي الكاريان براسهم ساخطين غادي يجيو غادي يريبوا لك هذاك الكاريان وغادي يهوزوا عليك بالزروطه كما يقع يعني اخويا الا بغيتي تضحك تدخل الفيسبوك باش تضحك وتدخل يوتيوب باش تضحك من حقك ساعه في 15 دقيقه ولا 10 دقائق في النهار ماشي مشكل ولكن اخويا باش انت النهار كامل
تبقى تضحك راه تضيع حياتك. والناس اللي تيقولوا لي علاش كدير اللايفات انت ولت اللحظه تيقول لك تدير اللايفات، ها هو تاني ما عرفت علاش كيغوت، ها هو تاني بدا تيغوت، ها هو تاني. راه ممكن تقراو هاد التعليقات هادو اخويا. انا راح راه كما قلت لك راه ممكن نمشي مثلا مع الموجه، راه ممكن نمشي مع الموجه، لان هذيك الموجه الاخوان مسلكاني انا شخصيا. علاش مسلكاني؟ مسلكاني على مجموعه من الاصعده. الصعيد الاول انني غادي نجمع لي فان وغادي تبارطاجيو، حيت هادشي ما تيتبارطاجاش بعدا، وغادي تبارطاجيو خويا امين، وتضحكنا خونا امين، خونا امين الرجوله تضحكنا، وتبارطاجيو وتلايكي وتشوفني وتقول لي تبارك الله عليك خويا امين، تبدا تسميتو. وانا ملي كتبارطاجي كتزيدني شهره، وعندما تزيدني شهره الشركات التليفونات هذا تعيطوا لي انايا باش ندير لهم الاشهار. والسلام عليكم ورحمه الله. يعني انا في الاخر انا ضرب الفلوس وانت اش دخلت لك المخك والو. ولكن اخويا انا اللي كنت غوت وكنجي كنت نيرفا، حيت راه ملي كنت نيرفا اش كيعني؟ كيعني هذاك الشيء خارج من القلب، خارج من قلبي، ماشي خارج كندير عليك الدروس الحسنيه، داك الشيء راه خارج عليا من القلب. وما بغيتكمش تكونوا ضحكه، وانا عندي هذه هي شخصي، هذه هي شخصيتي، هذه هو الزمر. راه شتي بكثرة الهم، شوفوا غير تصويرتي يا صاحبي في شهر 5 كي وليت بكثرة الهم. والله العظيم تنهضر معاكم، راه دابا الحاجة الزوينة في التواصل ديالي معاكم ما تنكذبش، لأن الواقع يبرر ذلك. ربي لا مسيرو غير شوفوا غير الحلقة ديال شهر 5 كي كنت، شوفوا أمير راه غير ملي يرتاح. علاش؟ حيت خديت جلست، والله العظيم فترة جلست ارتحيت، ما بقيت تنشوف لا فيسبوك باش ما نستفز، باش ما باقيش نهضر. وانتم الحمد لله غلاضيت ربيت حنيكات، والله العظيم وليت بخير وعلى خير. عاوتاني جيت عاوتاني تكون وليت تاني تنمرض. علاش؟ حيت القلب ديالي ما بقى تتقطع ملي كنشوف انا هادشي. هذا ديف، هذه شخصيتي. ما حاولت راه عياو فيا الدار قالوا لي تبدل صاحبي، اللي بغى يموت يموت. انت مالك؟ انت مالك؟ شوف راسك، كون انا شوف راسك، واش عطيتك شي واحد؟ ياك عطيتك وديها في راسك. لاش بغيتي تعاود ليهم؟ كل واحد راه تيعرف، راه تنسمع هاد الهضره. انا با تيقول لي هاد الهضره، تيقول لي ديها في سوق راسك، با تيقول لي ديها في سوق راسك، امي تتقول لي ديها في سوق، مرتي تتقول لي ديها في سوق راسك. واش انت عايش بخير اخو؟ تيقول لي هاك، تيقول لي واش عايش بخير؟ واش تاكل تتصافى؟ يدبروا حياتهم هذيك. ولكن انا قلبي ما انا الزمر هكا داير انايا. تجيني الغيره عليكم، اما ما تنبغيش اصاحبي بنادم يضحك عليكم. وبحال التصويره هذه راه استفزتني، حيت وما هضرت عليها حتى ضراتني في خاطري فيما كل فيما يقرب شي شهر. كم لبيتنا في هذا الشهر؟ امتى غيدخلنا الصالير؟ كم لبيتنا في هذا الشهر؟ وتيعجبو وتيضحكوا الناس، عاجبهم الحال. وكاع ما عايقش المشكله، ما عايقش. وبالتالي انا اش خاصني ندير؟ خاصني نفيقك، خاصني نبوست هادشي ونقول لك اخويا راه تترقع. واش تعجبك هذا الشيء؟ تضحك على وضعيتك المكفسه. خصك تآمن أخي المغربي بواحد القضية مهمة جدا، خصك تآمن بها، أن إلا كان طموحاتك هادي ديرها في راسك. زعما أنا تنهضر مع الناس اللي زعما تيقول لك غنخدم خدمة مزيانة وغنبدا نسافر وغندير، غادي نقول لك أخويا شتي إلا كان طموحك مثلا دابا إلا قلت لك مثلا تخدم 3 المليون، راه الأكثرية غادي يقول لي بغيت 3 المليون، واه 3 المليون، أبارتمان مر السلطان تعنو بديت فهمتيني، بوت نجير. راه والله سيدي ما غاديش تعيش الحياه كما يعيشها وحدين اخرين. راه والله ما تتعيش الحياه، انت كتعيش لا ميزير ان في اي بي. انت ميزرت لا ميزير شويه الفي اي بي، بحال داك الشوكولات اللي تيكون ديال الشوكولات عيان، ولكن داير لي واحد الكاغيط زوين، داك الكاغيط مذهب، وداك راه هذاك كيعيش. راه شتي راه ما حدك خدام عند واحد، وما حدك خدام عند شركه، وما حدك ما عيش الحريه. راك والو، حيت في النهايه اش كتسنى؟ ما تقدرش وسير قول للباترون بغيت نخرج هذا النهار ما نخدمش، يا شوش غيقول لك تما غادي يبان لك انت اساوي. وكما قلت لكم الاخوان، فكروا خليو الفلوس اللي تخدم عليكم، ما هاش نتوما اللي كتخدموا على الفلوس، هذه راه ما كتعرفوهاش اصاحبي، وهذا هو القالب اللي نتوما واقع عليكم. راه خصك توصل للناس الاغنياء الفلوس اللي كيخدموا عليهم،
عرفتي شنو هي الفلوس كيخدموا عليه. يعني انا دابا مثلا استاذي انا راه جالس معاك دابا تندير هاد اللايف ياك، انا ما خدامش وراه كندخل الفلوس والله القسم، راه ما خدامش انا، انا ما خدامش اليوم، انا ما خدامش، انا دابا داير معاك هاد اللايف وراه دابا راه الفلوس كيخدموا عليا انا. غتقول لي واسي راغب وكيدير كيفاش الفلوس يخدموا عليا، كاين بزاف الطرق اللي الفلوس يوليو خدامين عليك، هما خدامين عليك انت كاع ما باقي. ها انت هنا فين تتولي الحياه، ها فين تيولي الفرق بين انك تكون موظف وبتكون ديال راسك، هنا فين تيكون الفرق، انك جالس دابا والفلوس تيدخلوا، الفلوس تيدخلوا، اه الفلوس تيدخلوا. كيفاش نعطيك انا غير على سبيل المثال، مثال بسيط جدا، العقار. اخويا انا شاري واحد جوج مكازانات على سبيل المثال، كل مكازان كاري ب 10000 درهم، كندخل 20000 درهم وانا غير جالس. هذاك اللي كاري من عندي داك المحل هو اللي كيخدم فيه، هو في اخر الشهر تنعرف انا غير يدير لي فيرسمون الكونت بونكير ديالي، كاع ما تنتلاقى معاه، كاع ما تيشوفني ما تنشوفو. شتي الفلوس كيولوا خدامين عليا، يعني نقدر انا استاذي نمشي دابا دابا نمشي اخويا نشد اوطيل في الشمال، نعاود نمشي من الشمال طلع لي طنجه في الراس بغيت نمشي هنا، فهمتيني يعني عايش حياتي كما ينبغي. ولكن كل واحد والطموحه ديالو، ماشي تنقول لك كلشي بغى يعيش هذه الحياه، كاين اللي بغى يعيش في يخت، ولكن الا بغيتي تعيش في يخت خصك تخدم عليه. خويا انت باغي غير تاخذ 2 مليون في الشهر وما كدير والو، انت خويا خدمتي ضربتي تماره واحد شويه شديتي واحد جوج محلات انت كاريهم، ما تيدخل لك 20000 درهم انت تتسافر. ايوا واحد خدم 10 سنين من عمره بثلاثات البركات، 10 سنين في عمره ثلاثه عمر غير كريدي، حياته كلها غير كريدي، كله كريدي. علاش؟ لاننا حنا طبيعتنا هي طبيعه استهلاكيه، استيمول ثلاثه البركات كيعيش على مستوى ثلاثه البركات، وجوج بركات كيعيش على جوج بركات، ومول 5000 درهم يعني الا واحد عطيتيه ثلاثه البركات بايكثر بايوليو الافاق ديالو كبيره، بايوليو اخويا هو بغى الرانج روفر، هو ما بقاش باغي الفيستا، ما بقاش بايسوق هو الفيستا، بغى يسوق الرانج روفر، وغادي يمشي عند الشركه وخويا وعافاك ودير لينا كريدي وهذا، وغايديروا لك كريدي ورب العمل مسلكو انت دير كريدي. علاش؟ حيت انت اخويا انا مشيتي درتي هذاك الكريدي، انا انت خدام عندي وعرفتك درتي كريدي في راسك اخويا، كاين اللي تيبارك ليه كاين اللي تيكون خدام دابا ما تيكون خدام تيقول للباترون تيقول له راه درنا كريدي، نعم تيقول لك مبروك مبروك، انا نفرح راه تيفرح لك والله لا تيفرح لك من نيتو، عرفتي علاش؟ حيت تعرف راه صافي شدك، عرفتي نهار نهار توليتي اللي قال لك غادي ديرو حيت نهار غيتري عليك ما غاديش تقدر تخرج، حيت الا خرجتي تيتسناوك البنكات، كريدي ديال البارطمان، كريدي ديال الفيلا، ولادك شوف فين وليتي تقريهم، يعني تتولي هو راه تيفرح ملي تدير كريدي تيقول لك مبروك، هو تيضحك حتى لهنا، تيضحك حتى لهنا. يعني غادي نرجعوا لمسألة أنه أنت ملي كتخدم 5 سنين وواحد آخر كيخدم 5 سنين في شركة، هذاك تيبقى غارقها في كريديات، أنت ملي كتخدم 5 سنين ولا 10 سنين نقولوا مثلا، وتتكون عندك واحد الفيزيون واحد المشروع، والمشروع كينجح وكيدخل اموال، تتولي انت ما محتاج حتى هذيك الخدمه. يعني انت في 10 سنين ديفلوبيتي راسك، وهذاك في 10 سنين باقي هو هو اسيدي، زادوه مليون ولا تيشد في 10 سنين هو 4 مليون ولا تيشد 5 مليون اسيدي. حنا راه تنهضروا 5 مليون تنهضر معاكم شي ارقام لاغلبيه المغاربه ما تيشدوهاش، حنا تنهضروا على دوك اللي قراو ما عرفت فين، دوك اللي تيقراو في دوك المدارس وداك الشيء، عرفتي دوك اللي تيقراو خاسر عليه با واحد 300 مليون بعدا عاد هو تيشد ديك 5 ولا 10 مليون، وراه هادشي اللي كاين، راه هذا هو الواقع. علاش؟ حيت هي طريقة التفكير، اتس مايند سيت، كيفاش انت كتفكر؟ هذاك من هنا 10 سنين غيبقى شنو هذا؟ الناس اللي كيتسناو الصالير ديال قرن شوتنبير باقيين عاقلين على الكود ديال لافا، متى سينتهي قرن شو؟ ألم ينزل الراتب؟ كم لبيتنا في هذاك باقي تيعلق على هذاك البوست، والله العظيم وانت في 10 سنين وليتي داير ديالك، يعني جالس اخويا تتسافر والفلوس كيخدموا عليك، ما بقيتيش انت كتخدم على الفلوس، والفلوس كيجيبوا الفلوس. ولكن للاسف ان وزير التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم ككل ماشي هادشي اللي كتقري، ماشي صالحه تقريك هادشي، ماشي في صالحها تخرج منك تزرع فيك ديك روح المقاولات هي من صغرك، ما في صالحهاش تقريك الكتوبه اللي خاصك انت تقرا، ما خاصك ما صالحهاش تبدل لك المايند سيت ديالك. علاش؟ ايوا اخويا انت بدلتي المايند سيت وعقتي انت بالقال، شكون اللي غيخدم عندهم هما؟ فمن غيتحكموا هما؟ لانه في النهايه الشعوب كذلك راه تتحكم، واحد ملي تلقى خدام تيقول لك شوف اخويا انا بغيت ناكل هي خبيز ونسكت. علاش؟ حيت اخويا نهار غيغوت ولا شي حاجه قطع على مو هذاك الصالير تري عليه يتشرد، عنده وليدات بغا يجلس الارض الله كريم، ما عنده ما يوكلهم. والاخوان هذه راه هي هضره المعقول،
وهذا الشيء الا كنت ندير كندير لايفات وكنتعصب وبزاف الناس يقول لك هذا الزمر هذا تيضل يتشكى. اخويا راه ماشي تنتشكى انا، راه ما عندي لا من تشكى، انا راه عايش حياتي، ولكن انا هز ليك الهم انت. ولا بغينا نضحكوا راه ساهله نضحكوا، راه كما قلت لكم غنبقاو هنا. محمد وتحيه لمحمد من طنجة، تحيه لمحمد من هذا، تبارك الله عليك اخويا انت كاين الناس تسلع وانتم ما تصفقوا نشطوا. ولكن اخويا ولكن اخي الكريم في نهايه المطاف كتبقى ضربنا النفس على ولاد البلاد، ضربنا النفس على ولاد البلاد، هادشي اللي كاين. ايوا وما راه في النهايه راه ممكن نديرو ندير هذا التواصل هذا ونجاوب على اسئله، ماشي نجاوب حنا الحمد لله ديما تنقدموا المساعده، راه البث المباشر اللي كندير ديما كنقدموا المساعده وديما كنعاودوني الناس وما كنحتاجو ما كنتسنى منهم حتى شي حاجه. ولكن في هاد اللايفات كذلك كنبغي انا بعدا شخصيا الا درت شي لايف في لاباج ديالي يكون لايف هادف، شتي الا عتقت غير شتي غير هاد اللايف هذا الا شتي الا غير 11 واحد قال هاد السيد هذا راه عنده الحق وهاد السيد واه فعلا خصني نفكر ونبدل حياتي احسن ليا من 40000 واحد يدير ليا خويا الرجوله انا عندي ما ندير بهذاك الشيء. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان وتبارك الله عليكم، ونتمنى ان شاء الله اننا نلتقي بكم في ما احسن، ونتمنى ان شاء الله ان ولو واحد كيشوف هذا اللايف نتلاقى معاه شي نهار ويكون عايش حياته احسن مني، يكون حياته تنقولها لكم ماشي تزاوق ولكن بالفعل كاينين الناس اللي فاتوني انايا وفرحان ليهم بل فخور بذلك. وقف لي وقول لي اشتي اخويا امين الحمد لله درت ودرت 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 حيت انت كنتي السبب وحيت انت وحيت انا هادشي اللي بغيت. ما نضحكو نشطو با 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 خويا الضحك خليه لمواليه، الضحك خليه للناس اللي اصلا دولتهم موفره لهم بزاف د الحوايج، الضحك خليه للناس اللي مرتاحين، الضحك خليه للناس اللي تعيشوا في دول كتحترم حقوق الانسان، كتحترم الانسانيه ديالهم، كتقدرهم، كتعلي بهم فيما مشاو في اي بلاصه مشاو، الباسبور ديالهم كيهزوه هما مفتخرين لان باسبورهم مجرد تيوريه كيتحترم. هنا هادو هما اللي هادو هما اللي جا معاهم الضحك، وما حنا ماشي جا معنا البكا، جات معنا الخدمه، خصنا نخدمو ماشي نبكيو، خصنا نخدمو. واي واحد كيبكي على حل هاد البلاد يمشي يخدم راسو، يمشي يخدم راسو. اي واحد تيبكي على هاد الحلب وتيبكي على حيت في النهايه كلشي دايز على كيف كتطور راسك، تيهم المهم هو تطور راسك انت، عتق راسك انت. الشيء ملي غادي توصل كون على يقين كلشي غادي يسهل عندك ديك الساعه، ديك الساعه لا مرطي ماشي ماشي مجبر عليك تداوى في هاد البلاد، غادي تمشي غادير فيزا ديالك وغيعطوك الفيزا ديالك حيت عندك وغادي تخرج. هذا هو الواقع وهذا هو كلام المعقول. بغيتي اخويا تاخذوك نصيحه قاسيه او نصيحه اخويه مرحبا، ما كنتيش اخويا متفق مع هاد الهضره، تتعتبرني تنتكبر عليك، تتعتبرني كنبان عليك، تتعتبرني مشوك دار الفلوس. حياتك هذيك النهايه انا ما غاديش ما غاديش نمرض راسي مع هاد العقول هادي. وتبارك الله عليكم، ونتمنوا الاخوان هاد اللايف هذا بارطاجيوه شويه مع الناس، لعل وعسى لعل وعسى بنادم يفيق شويه ويفيق، لان راه فريمون نحن بحاجه لطوره فكريه، راه محتاجين لطوره فكريه، هذه هي اللي محتاجينها. وباش نوصلوا باش نديروا هاد الطوره الفكريه خاص فعلا الناس يهضروا، ما خصنيش نبقى غير انا اللي كندوي، خص الناس اخرين ينوضوا يهضروا. للاسف بزاف الناس عاقوا بالقلب كما تيقول لي الوالد، وداخلين سوق راسهم، عايشين في هاد البلاد وداخلين سوق راسهم. نتمنوا ان هاد الناس هادو كذلك يتحركوا ويدويو ويعتقوا هاد الشباب، راه في النهايه راه ولاد بلادك هادوك، في النهايه راه انت مغربي، راه بغيتي ولا كرهتي انت مغربي. وهذاك اللي تيخرج اللي كيسعى ولا اللي كيبكي كيهز هذاك الشيء الاعلام، راه خوك هذاك اللي كيتشوف برا، راه خوك ما خسرتي والو، لانه في النهايه راه ما غادي يزحف مكرا في رزقك ولا والو، راه ربي راه النمله وخلق لها ربي رزقها. يعني في النهايه اخويا غير هضروا انتوما الاخوان،
والله نتمنى ان شاء الله يكونوا من هاد الناس. كاينين الناس اللي غيوصلوا لهاد اللايف يتحركوا ما شويه، تحرك غير ديك تمغرابيت فيهم وينوضوا يجويو حتى هما. نبقى غير انا بوحدي اللي كنهرطق في هاد الفيسبوك، داير كي الحمق والله الا داير كي الحمق. هما اللي كاع لي عاق منين ياكل طرفه الخبز ولا عاق بالقلب كي داير ومكمش وما تيدويش ما سوقوش، هو موت انت، هو تيكتركب على الجاكوار وموت انت. الا بغيتي يعاونك راه كيعطيك اضحيه العيد ولا كيفرق عليك في رمضان، تيفرق السكر والزيت، تيقول لك انا تنتعاون مع الناس، ولا كيعطيهم اللي كتوقف عليه شي وحده في السطوب كيعطيها 10 درهم تيقول لك راه انا كنتعاون معاهم وتندير الخير. راه ماشي هذاك هو الخير، راه تنقولها لك الخير هو تعطيك الناس، تعطيهم تنشر معاهم افكارك، تنشر معاهم تجاربك، تنشر معاهم قصص نجاحك، توري الناس شنو هو اللي خصو يديروا واش اللي ما خصش يديروا. هذا هو التصدق، هذا هو اللي بغيتي. انا كنهضر مع الناس اللي واصلين دابا، ما تنهضرش على هذا هو اللي تنعتبره انا بنادم تيتصدق، حيت هذاك السيد اللي عطى كاين الناس محتاجين غير اللي يقول لهم راه كاين امل في هذه البلاد. الناس راه من كثرة التشاؤم اللي ولاو عايشين فيه ولاو كيحسبون كلشي سكحل، تيسحبهم كيموتوا الناس، ولاو تيهاجروا لانهم ولاو تيسحبهم تيموتوا، لا بقى هنا غيموت. تيقول لك اللهم ياكلني الحوت ولا ياكلني الدود. نتمنوا من هاد الناس يخرجوا ويهضروا بصدق، وخلينا ثاني من ديك الهضره ديال باغي غير تبان وتشهر، هضر بصدق، هضر مع الناس بحرقه. خلينا من ديك الهضره اللي تدار في لي كونفيرونس، حيت راه كنحضروا لهاد لي كونفيرونس وكيجيو ناس بحال هكا الى جا هذا تيبدا يهضر ديك با لا بروميير فيرسيون، هضر مع الناس، هضر معاهم بالدارجه. راه بزاف الناس ما قارين حتى الفرونسي، وشارك معاهم تجربتك وشارك معاهم الجوع قبل ما تشارك معاهم الشبع، شارك معاهم الجوع. راه شحال من واحد كان جيعان ودار لاباس وما بقى عقله، نسى راسو كان جيعان. هادشي اللي بغينا من هاد الناس هادو، ونتمناو ان شاء الله انهم تاهما ينوضوا يتحركوا شويه. ترى انا والله الا وليت غاب بوحدي اللي كنهضر هنا كنحمق. يلا الله يعاون الاخوان يلا الاخوان تبارك الله عليكم. لا الاخوان الله يرضى، ماشي طالع ليا الدم، انا راه ما طالعش ليا الدم، انا راه كنهضر بحرقه فقط لا غير. وانا لا ما علاش يطلع ليا الدم، ما عاجبنيش الوضع فقط لا غير. ما صافي، ما المهم انا كما تنقول، وهذا هو صراحة صراحة هذا هو قرار النفسي ديالي انا اللي عيا تنقولو، هذا هو هادشي. ما بقيتش انا تنتخرق، قول عليا اللي بغيتي، قول عليا تنفرع، قول عليا تنكثر، قول عليا اللي بغيتي. شي الا كانت غير هاد اللعيبه كتريحك، داك المخدر اللي هضرنا عليه، قبيله كتاكلو كترتاح، صافي اخويا وبقى عيش هكاك، وبقى تبكي وموت في هاد البلاد. عطيك غتموت، غتموت تياكلك الدود هكا وانت عايش، تعيش تياكلك الدود، وبقى هكاك. يلا السلام عليكم.